لدي أخبار سارة لعشاق المسلسل التركي القضاء. هل سيبقى هذا المسلسل الأسطوري؟ سيعود المسلسل لموسم ثالث. الممثلة الرئيسية بينار دينيز ستشارك. ستواصل بينار دينيز العمل في المسلسل التلفزيوني القضاء بسبب الانتخابات المقبلة في 14 مايو. تخطط القناة كندي لبث الحلقة 63 الأخيرة من القضاء في 7 مايو بالضبط. في الحلقة الأخيرة سيودع المشاهدون يوردير أوكو الذي لعب دور المدعي العام. إعلان رسميا عن تجديد العرض لموسم إضافي على القناة التلفزيونية كانال دي وشركة آيا بي. ومع ذلك لا يسمح لبينار دينيز بالمشاركة في أي مشاريع لا تنتجها ديزني بلاس أو قناة فوكس بسبب العقد الذي أبرمته معه. ومع ذلك حصلت على موافقة إدارة فوكس للمشاركة في الموسم الثالث بفضل كانال دي من العرض والذي سيظل يبث على القناة باتصال مع آيا بي. سيكون من المثير للاهتمام معرفة الفوائد التي سيجلبها هذا الكرم إلى قناة فوكس تيفي. ربما مسلسل آيا بي بظروف جيدة.